تعمل. هلا انا راح احكي اليوم ان شاء الله عن التحديات اللي بتواجه قطاع التامين بالاردن، وان شاء الله راح يكون يعني هو موضوع بدي اياكم تتفاعلوا معي فيه. فلما اقول لكم اقراوا كلكم تقراوا، اوكي؟ يس بليز استنى. هلا احنا بالقرن 21 وعمالنا عم نسمع كثير كلمة التحديات وبتتردد كثير على مسامعنا، بس لأنه احنا ذات قوة اقتصادية كبيرة متقدمين، عندنا الموارد وعندنا الفائض، فإنه من سهل علينا أن نتعامل مع هاي التحديات سواء اللي بتواجهنا هلا أو بتواجهنا بالمستقبل. كلكم موافقين؟ طيب منيح. هلا بدي ارجع شوي انا للاسس الاقتصاديه او اساس الاقتصاد بمفهومه البسيط اللي بيحكي اداره الموارد المحدوده نسبيا لاستغلالها بافضل شكل من اجل يطلع افضل عائد من هاي الموارد. والتامين كمان له كمان هو كمان له علاقه بهذا الاساس، لانه العلم لانه التامين ايضا علم من العلوم الموجوده عندنا، وهو من أهم القطاعات الاقتصادية اللي موجودة بالعالم ويعتبر عريق جدا، وبلش عنا بالأردن من 60 سنة، من سنة 1951، وعنا حوالي هلأ ب 2011 28 شركة تعمل بالقطاع التأمين السوقي الأردني. بمجموع رؤوس الأموال الموجودة بهاي الشركات حوالي 300 مليون دينار أردني، ومجموع الأقساط المكتتبة لغاية 2010 حوالي 408 مليون دينار أردني، بما معنى أنه هي بتشكل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. الحضور الأعزاء، أنا ما بدي أعطي محاضرة عن التأمين لأنه في كثير مصادر وكتب تحكي عن هذا الموضوع، بس أنا بدي أشارك معاكم من شغفي بهاي المهنة ومن الخبرة المتواضعة تبعتي بهذا المجال، أن نحكي بس عن التحديات اللي بتواجه هذا القطاع، وما راح أحكي عن كل التحديات كتير لسببين. السبب الأول لأهمية هاي التحديات راح أحكي عنها، اللي هما فقط 4 تحديات، والسبب الثاني القوانين تيدكس رولز 18 دقيقة فقط بعدين ممنوع نضلنا على الستيج. فبدنا نبلش بليز اوكي ثانك يو. بدنا نبلش بالتحديات الأربعة اللي بدي احكي عنهم. التحدي الاول هو خلق وتطوير الكوادر المهنيه بهذا القطاع. التحدي الثاني هو مهنه التامين بحد ذاتها هي تحدي. والتحدي الثالث اللي هو خلق المفاهيم المبنيه على أسس فنية واقتصادية، والتحدي الرابع اللي هو زيادة الوعي التأميني. فرح نبلش بأول تحدي اللي هو خلق وتطوير الكوادر المهنية اللي عنا. في عنا بجامعاتنا طبعا لها الفضل الكبير والدور الكبير بتخريج وتأهيل كوادر بشرية بتخصصات مختلفة، ومن 7 سنين صرنا نشوف أنه الجامعات الأردنية أصبحت تدرس بخصوصين كتير مهمين للتأمين، اللي هو أول تخصص التأمين وإدارة المخاطر، والتخصص الثاني اللي هو العلوم الاكتوارية. وبسنة 2010-2011 تخرج حوالي 128 طالب من هدول التخصصين بدرجة البكالوريوس، يعني بنسبة 2% من مجموع الخريجين بهاي السنة. فهذا طبعا شيء ايجابي انه يكون هذا ال 2%. ليش؟ لانه راح يقدر هذا السوق انه يستوعب هذول الطلاب، وراح يقدر انه يحقق لهم طموحهم ويحطهم على الطريق الصحيح. وبالنسبه لي انا لما شفت هذا الرقم صرت احكي منيح طبعا، لانه ما فيش حدا راح يقعد عواطلي بالبيت، فكله راح يشتغل ان شاء الله. بس للاسف عم نشوف الخريجين عم بيصطدموا بواقع الحياه، بصير مش عارف حاله هو شو شغفه، ايش بحب،
إيش ممكن أنه هو يبدع، إيش عنده موهبة ومهارات. فعشان هيك بتواجه صعوبات في تحديد شو هم فعليا بدهم يصيروا. ففي طبعا بقطاع التأمين في عنا حوالي 14% من هؤلاء الموجود اللي بيشتغلوا بقطاع التأمين حاملين على شهادات مهنية، وهم حوالي 392 موظف. في عندنا 2800 موظف بيشتغل بقطاع التأمين، وفي عندنا 750 موظف بيشتغل بالقطاعات المساندة للتأمين اللي راح أحكي عنها لاحقا. فلذلك احنا بنشوف، اقرأوا على السلايدز، اقرأوا بالضبط. لأنه هو لما الواحد يركز بخلق كوادر مهنية، فهذا أساس أصلاً لازم يكون من الشخص نفسه، هو اللي يكون عنده هذا الشغف وهذا التطور، القدرة على التطور العلمي والمهني اللي لازم يكون عنده. أوكي. هلأ التحدي الثاني هو مهنة التأمين التأمين كمهنة. التأمين لا يعتبر أنه هو محرك للاقتصاد بحد ذاته زي القطاع الصناعي زي قطاع الخدمات، وإنما هو يعتبر مكمل لهاي القطاعات. كيف يعني؟ لما بمعنى أنه لما نيجي نحكي لما يصير في نمو وازدهار بالقطاعات، بتزيد الاستثمارات، بتزيد العمران، بتزيد المتطلبات التأمينية لهاي القطاعات. فبيجي قطاع التأمين بتجاوب مع هاي المتطلبات، وبيصير في لا سمح الله لو صار أي حدث أو أي كارثة أو أي خسارة بيجي قطاع التأمين بعوض هدول القطاعات. فلذلك بدنا نشوف أنه قطاع التأمين بتكامله هو احكوا كما يتميز صناعة التأمين بالعالمين. فمن هنا بيطلع قطاع التأمين أنه هو التكامل مع القطاعات الأخرى، وبالإضافة للقطاعات المساندة، لأنه قطاع التأمين ما بيشتغل فيها بس اللي هم المتخصصين التأمين اللي حكينا عنهم اللي عم بتخرجوا من الجامعات، لا، عم بيشتغل فيها الطبيب، وعم بيشتغل فيها الصيدلي، وعم بيشتغل فيها المهندس، وعم بيشتغل فيها كل التخصصات الأخرى. فلذلك قطاع التأمين بيدمج كل العلوم والتخصصات اللي موجودة. وبالإضافة لما حكينا عن الشركات المساندة، في عنا مش قطاع التأمين مش فقط يقتصر على الشركات التأمين، بل كمان في الشركات المساندة اللي هم وسطاء تأمين. في عنا وكلاء تأمين وصلوا حوالي 500 وكيل، وسطاء التأمين وصلوا 90 وكيل. عنا المستشارين التأمين، عنا المعينين واللي بسموهم لوس ادجسترز والسيرفيرز، هدول وصلوا حوالي 50. وفي عنا كمان البنوك أصبحت تزاول التأمين. عنا حوالي 9 شركات عم بتزاول، 9 بنوك عم بتزاول مهنة التأمين. وهذا إشي طبعا نفتخر فيه، لأنه هو فعلا يتفاعل مع كل الجوانب الاقتصادية. سوري. هلا طبعا التحدي الثالث اللي هو خلق المفاهيم المبنية على أسس فنية واقتصادية. هلا القطاعات كلها الموجودة، القطاع الصناعي والقطاع الخدماتي، هو نحكي على القطاع الصناعي لما بدي يجي يعمل برودكت بيستعمل الموارد الأولية وبتمشي ببروسس، وهاي البروسس بالأخير بتصير فينيشد جود اللي هو المنتج النهائي. والقطاع الخدماتي بالضبط نفس الإشي، بيستعمل المنشآت والتقنيات كالإنترنت والإنترنت مثلا بقطاع الاتصالات، وبتمشي بيمشي بهاي البروسس. هلا عملية التسعير اللي بتكون بالقطاع الصناعي والقطاع الخدماتي، انه بتكون عارفين بالضبط هم قديش الكلفة بلس البروفيت مارجن اللي يحطوه او الربح هامش الربح، وبيطلعوا بالنتيجة النهائية. اما التأمين فهو مبني على طريقة استغلال اقتصادي عكسي، بمعنى انه احنا ما بنكون عارفين شو هو السعر اللي راح نحطه على المنتجات إلا بعد ما نحسب قديش احتمالية وقوع الخطر وقديش أثره المالي على الشركة، ومن بعدها نقدر نطلع
بالتسعير اللي ممكن لحد ما أنه يعكس الصورة الصحيحة في حالة حدوث أي شيء. فلما رجعنا على السلايد اللي قبل وشفنا وشفنا أنه التكامل الاقتصادي اللي موجود عندنا يتمثل بهذا الشكل بالنمو والازدهار اللي حكينا عنه. الاقتصاد بيرفع التأمين بالgood days يعني بالأيام الحلوة، بس بالأيام المرة بيجي قطاع التأمين وبغطي الاقتصاد الموجود، وهي الأيام اللي بيصير هو التكامل اللي موجود. فهون عملية هي كيف البرايسنج بتصير عنا، عنا التأمين وعنا القطاعات الأخرى. التأمين فيه الأكتواريال أناليسز اللي هو تحليل أكتواري، في عنا إدارة المخاطر، في عنا النماذج المتعددة اللي لازم نستعملها، في عنا عملية توظيف رأس المال، لأنه إحنا نشتغل عمالة برؤوس أموال مساهمين، فبالنهاية هدول المساهمين بدهم عائد رأس المال. فإحنا مش سهل أنه نيجي نحكي أنه التسعير كذا وبدنا نصير نعمل تنافس وبالنهاية ما رح يطلع في عائد المساهمين، وكتير شركات خسرت وطلعت من السوق. فلذلك الانشورنس is a very complicated formula زي ما بنقدر نحكي في عملية تسعيرها للمنتجات تبعتها. Thank you. ف مش شايفكم عم تتفاعلوا. يلا احكوا. انا عندي تحدي هون هلا. يلا. اوكي. التحدي الرابع هو الاخير، بعدين في غدا. التحدي الرابع هو زيادة الوعي التأميني عندنا. لازم نزيد الوعي التأميني. هلا الأردن تعتبر بالمرتبة العاشرة من 13 دولة موجودة بالشرق الأوسط، اللي هي من حيث حجم الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين، والمرتبة الخامسة من 13 دولة من حيث الاختراق. يعني شو معنى الاختراق السوق؟ يعني حس الفرد بيساهم من دخله للتأمين 66 دينار فقط. بس فعشان هيك التأمين احنا بنطلع بالتأمين انه لازم الشخص او الفرد نفسه اللي عامل اللي بيشتغل بالتأمين هو اللي يكون عنده المبادرة من نفسه على اساس يوعي الناس اللي حواليه ويوعي اقاربه بفوائد التأمين. لما تمشي هاي العجلة رح تمشي عجلة الانشورنس بزنس، وبالتالي رح يمشي عجلة السوسايتي والإيكونومي، ويصير في وعي ويصير في اقتصاد عنا. فنيجي للنتيجة انه التأمين ايش يمكن تفصيل. هلأ التأمين مش هو عبارة عن product ويا you can afford or take it or leave it زي ما بيحكوها. لا، احنا بنقدر بالتأمين انه نفصل كل اي بوليس التأمين بدكم اياها حسب الدخل تبع الشخص لهذا، حسب دخل الشخص وحسب قدرته انه هم ممكن يأمن الشغل اللي بده اياها. ف it's a tailor made product، ومش انه ممكن انه وهي just انه موجودة هي ك ك ك كمنتج ومش راح يقدر انه الافراد اللي ما عندهم مش مصاري مثلا مش راح يقدروا يشتروه. لا، التأمين لجميع فئات المجتمع، سواء ذوي الدخل المحدود او الدخل العالي. سامي بليز. فانا اجيت هون وطلعت بهاي التحدي اللي موجود عندنا، طلعت بعبارة كل فرصة تحدي وكل تحدي فرصة عندنا موجودة. هلا التحدي موجود بالشخص نفسه، لازم يتحدى، لازم يكون عنصر مؤثر ايجابي يبدأ من نفسه، وبالتالي راح يأثر على بيته، بعدين يأثر على مستوى تعليمه، بعدين بيأثر على مستوى مهنته، وبالتالي بيطلع للمجتمع. زي ما عملت أنا طلعت للمجتمع. هلا أنا بحكي مع ناس بالتأمين مش متخصصين تأمين ولا بقطاع التأمين، أنا بحكي مع المجتمع عمالي. وإن شاء الله إذا الواحد هيك بس كان إيجابي داخليا، إيجابي وعنده الإيجابية، راح يطلع على مستوى إقليمي ويمكن عالمي. وفي ناس كتير طلعت على مستويات عالمية. فبالنهاية قبل ما أختم التوك تبعتي بدي أقولكم بس أنه الواحد لما ينتهن التأمين لازم بالإضافة إلى الخبرة العملية الصحيحة اللي راح يأخذها أنه يعزز هاي الخبرة باستثمار وقته الخاص
بالدراسة وزيادة المعرفة وأخذ الشهادات المهنية المتخصصة بذلك عشان يرتقي إلى مستوى أعلى ويتحدى حاله على كل النطاقات اللي ممكن تواجهه بالحياة. فكل فرصة تحدي وكل تحدي فرصة. وهلأ رح أعطيكم الواقع الحالي تبعنا اللي هو إحنا عن جد موارد الأردن وإحنا هنا بالبروفيشنال بيبل رح نقدر نجيب المصاري ونرتقي بهذا الاقتصاد. وشكرا.